بسم الله الرحمن الرحيم. جملة من اللغة العربية وضعت إحدى الأخوات محاولة لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وهذه الترجمة هناك بعض الأخطاء التي فيها، نود أن نناقشها لنحدد ما هي هذه الأخطاء، ما هي أسبابها. هذا هو أول شيء سنفعله في هذا التسجيل. الشيء الثاني، سنضع حلا للترجمة من العربية إلى الإنجليزية بطريقة مبسطة. هذا هو المستوى الثاني. أما المستوى الثالث فسنقترح طرق أخرى لكي تكون الترجمة أفضل باللغة العربية إلى الإنجليزية. فما هي الأخطاء أولا التي لدينا باللغة الإنجليزية؟ باللغة العربية لدينا تشهد انتخابات مجلس الشعب الحالي إقبالا ضعيفا. أين الفعل؟ هو تشهد. أين الفاعل؟ الفاعل هو هذا، هذا كله فاعل، انتخابات مجلس الشعب الحالي. نحن نعرف أن باللغة العربية انتخابات هي الفاعل، لكننا لغاية الترجمة كل ما يلحق بالفاعل من صفة أو مضاف أو مضاف إليه أو غير ذلك من أمور عادة تكون من ضمن الفاعل باللغة الإنجليزية، نعاملها على أنها وحدة واحدة لا تتجزأ. إذن الفعل بالعربية هو، الفعل بالعربية هو تشهد، والفاعل هو انتخابات مجلس الشعب الحالي. باللغة الإنجليزية هذا هو الخطأ الأول لدينا. لدينا الآن الفعل في الأول، جاء بالبداية، ثم جاء وراءه الفاعل elections. هذا الخطأ نسميه خطأ في ترتيب الكلام، نسميه خطأ في ترتيب الكلام. بالإنجليزية الخطأ معروف عندهم بقواعد اللغة الإنجليزية العشرة word order. فبالإنجليزية لدينا نحن subject ثم يأتي verb. طيب، إذا الأخت الفاضلة، إذا ما أردنا أن نصلح هذه الترجمة، أنت قلتي witness elections، فيجب أن تكون elections witness، لأننا نريد أن subject زائد verb. إذا هذا هو الخطأ الأول، هو ترتيب الكلام، يجب أن يكون الفاعل قبل الفعل باللغة الإنجليزية. هذه من قواعد اللغة الإنجليزية العشرة. الخطأ الثاني هو لدينا في الواقع بالنسبة للفاعل كاملا، فأنت قلت elections لكن الفاعل الحقيقي هو ليس elections إنما انتخابات مجلس الشعب الحالي. فإذا ما معنى كلمة مجلس الشعب الحالي؟ أنت وضعت people وهي خطأ، لأن مجلس الشعب لها معنى آخر. هنا نأتي على مستوى الكلمات، نسميها word usage، وهي من أيضا من قواعد أخطاء اللغة العربية الإنجليزية العشرة. word usage، ما المقصود في ذلك؟ استخدام الكلمات، يعني كلمة مجلس الشعب ليست هي نفسها كلمة people، يعني كلمة أخرى. لحل هذه المشكلة نحتاج أولا إلى قاموس من العربية إلى الإنجليزية. نقترح علينا كلمة قاموس المورد، نكتب كلمة مجلس، وسوف نرى أن القاموس يقدم لنا كلمات مفيدة جدا.
بدايتنا دائما بهذه الحالة تبدأ بالقاموس. ننزل إلى الموجود هنا. هذا القاموس المورد هو نفسه القاموس الورقي. مجلس الشعب، نجد أنه People's Council or Assembly. هو في الواقع People's Assembly، مجلس الشعب People's Assembly. وهنا الآن السؤال، كيف نختار من هذه الكلمات؟ الاختيار يكون أولا نختار عبارة مثلا People's Council، نبحث عنها هل هي نفسها موجودة أم لا في الإنترنت مثلا، ونبحث عن People's Assembly وعن Parliament ونرى أي واحدة فيها مفيدة. كيف ذلك؟ دعونا ندخل على الإنترنت. هذا محرك جوجل عادي، يعني نكتب هذه الكلمة. أنا الآن أكتب كلمة People's Assembly. People's Assembly. هذه هي الآن. ما الذي نجده هنا؟ People's Assembly موجودة. عدد التكرار 8,960,000. طيب ماذا بالنسبة لـ People's Council؟ هي الكلمة الثانية التي وجدناها بالقاموس. وجدنا أنها 11,200,000، هذه أكثر. وماذا بالنسبة لكلمة Parliament؟ كلمة Parliament نجد أنها 195,000,000. إذا من خلال بحث الإنترنت الأولي لدينا بأن كلمة Parliament هي التي استخدمت أكثر في الإنترنت، وسبب ذلك أن كلمة Parliament مستخدمة في العالم أكثر من كلمة People's Assembly أو People's Council. لكن ذلك لا يعني بأننا وصلنا إلى الكلمة الصحيحة إلا إذا وضعناها في السياق أكثر. بالنسبة لسياقنا، أعتقد أن الأخت تتحدث عن مصر، فنكتب Egypt. Parliament Egypt، هناك 37,000,000 نتيجة. People's Assembly 16,400,000. إذا هناك تقارب بين كل هذه الكلمات، لكننا إذا وضعنا مثلا People's Council مع كلمة يعني Egypt عفوا، ما الذي نرى؟ 1,840,000. إذا استثنينا هذه الكلمة لأنها 1,840,000 مقارنة ب 12,000,000 أو 30,000,000، هي يعني تختلف. هذا ما نسميه الكونكوردنس عادة، و البحث عن الكونكوردنس يكون بطرق مختلفة، هذه إحدى الطرق. على كل حال، هي الكلمة في الواقع المستخدمة في التسمية الرسمية بمصر هو اسم People's Assembly، ويمكنك أختي الكريمة أن تكتبي Parliament. طيب، الآن نحاول أن نحل هذه المشكلة، دعونا نحلها. تشهد زائد انتخابات مجلس الشعب الحالي. تشهد، نأتي إلى شكل الفعل. الفعل هو فعل حاضر، والفعل الحاضر تشهد بالإنجليزية هي witness. أنت كنت witness وهي صحيحة. زائد الآن انتخابات مجلس الشعب الحالي. هنا في هذه الجملة نبدأ بكلمة بالصفة، ثم نأتي إلى الاسم. هذا اسمه noun phrase. هذه الكلمة الأصلية، لكن هذه هي الصفة. نبدأ إذن بالصفة قبل الموصوف بالإنجليزية، فتصبح لنا current elections to the People's Assembly. يعني عادة بيحكوا elections to، بالنسبة للبرلمانات elections to، elections to. الآن وفقا لهذه القاعدة، subject زائد verb. ما هو السبجكت؟ نضع السبجكت في البداية ونضع بعدها الفعل.
حتى هذه اللحظة لم تكتمل الجملة طبعا، لكننا حللنا مشكلة التي وجدناها في أول كلمتين، وهي موجود موضوع الفعل والفاعل. نحاول أن نتأكد الآن من الفعل. قيل لنا في الماضي، خاصة عندما كنا ندرس في المدارس، إنه عندما يكون هناك دلالة على الفعل في الحاضر المستمر، في الماضي، في غيره، نستخدمها من أجل تغيير الفعل. فالسؤال هو: تشهد، هل هو حاضر مستمر أم حاضر بسيط؟ وهنا نأتي إلى القاعدة رقم من إحدى القواعد، ليست هي رقم 3 إنما هي رقم 2 في قواعد العشرة باللغة الإنجليزية، وقواعدها هي verb form، شكل الفعل. السؤال لدينا هو: هل هو witness أم نقول witnessed أم نقول is witnessing؟ أي واحدة فيها لو أخذنا هذه الخيارات؟ بما أننا نتحدث عن current، فمعنى ذلك أننا نتحدث عن زمن يضم اللحظة الحالية، يضم اللحظة الحالية، فذلك يعني أنا نستثني هذه، لأن هذه فعل ماض وليس فعل حاضر. fast simple. بقي لدينا witness وبقي لدينا is witnessing. الجملة العربية تقول لنا الحالي current elections، يعني الآن هناك انتخابات، والمفروض في اللغة العربية أن تكون انتخابات مجلس الشعب الحالية وليست الحالي على فكرة. وهنا بعض المشاكل التي نواجهها في اللغة العربية، هذه من مراحل متقدمة في الترجمة، أنه علينا أن ننتبه إلى النص العربي إذا كان فيه مشكلات أم لا. هذا النص فيه مشكلة لأنه هو في واقع انتخابات حالية. لماذا؟ لأن الانتخابات ما دام أنهم سينتخبون، إذن فالانتخابات تتعلق في مجلس شعب مستقبلي وليس حالي، الحالي سوف يذهب. على كل حال، انتخابات المجلس الشعب الحالية، نصلحها، الحالية. إذن الحالية، الآن انتخابات الآن تجري الآن، فهل نستخدم present simple أم present continuous؟ الإجابة الصحيحة لا شك أنها هي present continuous، هذه هي الإجابة الصحيحة. فهنا إذن تصبح الجملة بعد التصحيح كما يلي: وضعنا الآن الفعل are witnessing وليس is witnessing، لأن الفاعل جمع وليس مفرد، وهذه أيضا من القاعدة من قواعد اللغة الإنجليزية العشرة، وهي verb form and tense. هي نفسها verb form لكن اسمها verb form and tense، هذا هو الاسم الكامل لها. والقاعدة تقول يجب أن يكون هناك تطابق بين الفعل والفاعل في العدد والمعدود، كما بالنسبة للغة العربية العدد المعدود، التذكير والتأنيث وغيرها باللغة العربية، موجود أيضا باللغة الإنجليزية. طيب الآن نأتي إلى المفعول به، لأن هذا الفاعل transitive فيأخذ مفعول به. تعالوا نرى: إقبالا ضعيفا من الناخبين، هذا هو كله مفعول به، هذا كله مفعول به. هذا كله إذن مفعول به. لماذا يعني هذه الطريقة في اللغة الإنجليزية تختلف عن العربية؟ بالعربية نقول إقبالا مفعول به، ضعيفا صفة إلى آخره. هذه فقط بالنسبة للأخوة الذين يشاهدون هذا التسجيل، المختصون في النحو أو الدارسون النحو ربما يفهمون علينا إذا قلنا إن اللغة العربية تتعامل مع الكلمات على أنها ما يسمى ب syntagmatic، بينما في اللغة وparadigmatic في آن واحد مع بعض. أما بالنسبة للإنجليزية فالتعامل إما أن يكون syntagmatic مرة واحدة أو paradigmatic مرة واحدة. على كل حال، هذه قضية طويلة لا نريد أن نتحدث عنها كثيرا، لكن أي مترجم إذا أراد فعلا أن يبدأ الترجمة بطريقة صحيحة وعلمية أكاديمية، فعليه أن يدرس ما معنى كلمة syntagmatic وparadigmatic.
أما بالنسبة للمترجمين الذين امتهنوا هذه الترجمة فلن يحتاجوا إلى معرفة هذه القواعد النظرية في النحو. إقبالا ضعيفا من الناخبين، هذا نسميه noun phrase. دعونا نرى الترجمة التي وضعتها الأخت. Weak turnout of votes of voters. يعني هي صحيحة، لا يوجد فيها أي مشكلة، لا أعتقد أنها إشكالية. طيب، لكنني أنا أود أن أترجمها بطريقة بسيطة. تعالوا، طريقة مبسطة، هي ليست بطريقة يعني احترافية في الترجمة، إنما فقط من أجل التعليم. قلنا the are witnessing. الآن نريد أن نضع المفعول به. إقبال، لدينا إقبال ضعيف من الناخبين. القاعدة كما قلنا، نذهب إلى القاموس، نبحث فما معنى كلمة إقبال. turn out، turn out موجودة. الكلمات الثانية يعني معناها يعني تحمل يعني معان أخرى، ليست مثل مجيء، نحن نتحدث عن مجيء، نحن نتحدث عن مشاركة. نستطيع إذن أن نأخذ كلمة turn out، لا بأس، ولكن ماذا لو أنني افترضت أنه ليس لدي قاموس؟ فأنا في هذه الحالة كلمة إقبال هي من الكلمات الصعبة صراحة لكي يعرفها المترجم بسرعة. وحتى لو كان المترجم خبيرا فسيحتاج إلى قاموس من أجل أن يعرف كيفية ذكر هذه الكلمة. turn out هي ليست كلمة سهلة أن يعرفها الإنسان. هنا نأتي إلى ما يسمى بالترجمة التأويلية، أن أحاول أن أفهم الكلمة وأخترع كلمة شبيهة فيها. فكلمة إقبال ضعيف من الناخبين، أنا يمكن أن أغيرها بشيء شبيه بذلك، مشاركة ضعيفة من الناخبين أو للناخبين، يعني أنا كنوع من التحايل على الكلمة إذا لم أعرف معنى الكلمة. فما معنى ذلك؟ مشاركة ضعيفة من الناخبين. مشاركة ضعيفة، نبدأ بالword order وهي ترجمة الصفة أول، وهي weak participation للناخبين وليست للناخبين. نتحدث الآن عن voters، تعالوا ننظر إلى القاموس مرة أخرى. ناخب، voter، electors إلى آخره، constituent، ثلاث كلمات. وأيضا من خلال البحث عن الإنترنت عن التطابق مع الكلمات الأخرى أو سياقها، ممكن أن نأخذ elector أو voter. الكلمتان يعني مختلفتان في المعنى، واحدة تعني الناخب الذي يحق له التصويت، الآخر الذي يدلي بصوته. نأخذ كلمة voters. الآن نحاول أن نضع الجملة مرة أخرى. أولا، مشاركة ضعيفة للناخبين أو إقبال. هذه كيف أصبحت؟ فتصبح الآن كما يلي: هنا أصبحت الجملة جاهزة مبدئيا.
نضع فول ستوب مباشرة لكي لا تطول الجملة، لأنها الجملة إذا طالت وقعنا في مشكلة نسميها run on sentence. run on sentence هي أن الجملة تمشي وتمشي وتمشي دون وقوف وتكون فيها أخطاء كثيرة. هنا كلمة نظرا كما تلاحظ الأخت تدل على سبب ونتيجة، هذه هي النتيجة. لماذا الانتخابات ضعيفة؟ لأن المواطنين يشعرون باليأس. فهنا أنا أختار أن أضع نقطة وأبدأ جملة جديدة، سوف نبدأها كما سنحدد لاحقا. لكن قبل أن نتحدث عن الجملة عن تتمتها، أريد أن أقول بعد أن عرفنا طريقة الترجمة يمكننا الآن أن نخترع طرق مختلفة. ممكن أن نقول كلمة بارلمنت على سبيل المثال، ممكن أن بدل هذه كلها أن نقول بدل هذه ممكن أن نقول the current parliamentary elections. the current parliamentary elections ونتابع الجملة بالطريقة الاعتيادية أو طرق أخرى. حرف الربط نظرا لي، نظرا لي هذه تعني أننا نتحدث عن سبب ونتيجة. نحن في الإنجليزية لا داعي لها، نبدأ بجملة جديدة. نظرا لشعور المواطنين، قبل أن أترجمها يجب علينا في الإنجليزية أن نعرف أن الإنجليزية لا يحبون run on sentences. يعني حرفيا هذا هكذا، حرفيا in light of the citizens feelings، عفوا هنا يجب وضع S وبهذه الطريقة، لكن نحن لا نترجم بهذه الطريقة. نحذف، كيف الطريقة هي حذف حرف الربط السببي، يعني هنا السبب والنتيجة. طيب حذفناها، ماذا يكون لدينا؟ شعور المواطنين، حذفنا حرف السبب. الآن القاعدة الثانية تقول نحول الاسم أو المصدر إلى فعل، فتصبح لدينا يشعر المواطنون، هكذا تصبح. إذا هذه الجملة نعيد تكرارها مرة أخرى لتكون واضحة. citizens feel، citizens feel disappointed. الياس والإحباط كلاهما، يعني هنا في هذا السياق نستطيع أن نقول إنه disappointed. نقطة، they do not trust، يعني شعور وفقدان، نفس الشيء. ما دام أننا هنا عملناها فعل، نفعل هذه يعني نحددها أيضا كفعل. They do not trust the current political track. الآن نعمل شيء في اللغة الإنجليزية اسمه الربط بين الجملتين باستخدام non-finite clauses، باستخدام ما يسمى بالقواعد التحويلية. هذه قد تكون صعبة بالنسبة للمستويات المبتدئة، لكن هذا ما يجب على المترجم أن يتقنه قبل أن يدخل حقل الترجمة. لكي نتمكن من ترجمة من العربية الإنجليزية لابد من أن نتقن هذه الاستراتيجيات. ولا شك أن بعض الأشخاص الذين سيطلعون على هذا التسجيل يجدون الآن صعوبة، لأننا هنا الآن نتحدث عن مستويات عليا في الترجمة. عليا المقصود استخدام مهارات البلاغة الإنجليزية في الترجمة. بدأناها بحرف الربط السببي، حذفناه
وطبقنا عليه قاعدة وهي تحويل المصدر إلى فعل، ثم الآن سوف نستخدم قاعدة في القواعد التحويلية وهي دمج جملتين إذا كانت الجملتان تحتويان على فاعل ذاته. هذا الفاعل هو نفسه هذا الفاعل. هناك قاعدة إذن في اللغة الإنجليزية من أجل تحويله وهي subject deletion. ثم ما يسمى participalization of the verb. أعتقد أن البرنامج هنا في مايكروسوفت لن يتعرف على هذه الكلمة، على أنها spelling، لكن هي صحيحة. ثم ندمج الجملتين بتبديل الفاعل، حذف الضمير وتبديله. على كل حال تصبح الجملة كما يلي: تصبح هذه الجملة: Feeling disappointed, the citizens do not trust the current political track. يمكن أيضا هناك طرق مختلفة طبعا، وكما تحدثنا هي ليست الترجمة الآن، هي ما نقصده فيها أن تكون ترجمة احترافية 100%. فقط أود أن أذكر ما هي الخطوات التي يجب أن يتعلمها من يريد أن يتعلم الترجمة قبل أن يكون مترجما بالنسبة للفعل والفاعل وغيره. بقية الجملة هنا فيها مشاكل كثيرة جدا. مثال ذلك: current هي صفة تحتاج إلى اسم. current ماذا؟ المفروض تكون current political track هنا، المفروض تكون هنا، فهذا من أخطاء ترتيب الجملة. هذه الجملة الآن تتمتها كلها خاطئة، ولا نجد طريقة لتصحيحها لأنها كل ترتيبها غلط، الترتيب هو غير صحيح. وهناك استخدام لكلمة يعني غير موجودة في العرب في العربية غير موجودة، كلمة nothing، لا شيء. nothing معناها لا شيء، فأنا لا أجدها في اللغة العربية. على كل حال يعيد الأمل للشعب، to restore hope. بدل to المفروض of the people. word usage استخدام حرف الجر word usage هنا من قواعد اللغة الإنجليزية العشرة. people's hope to restore people's hope in a better future، ليس in the future of the best، better future. better future يعني الأخت الفاضلة كتبت the future of the best. هنا خطأان، تعالوا نصلح الخطأ الأول والثاني. الخطأ الأول هو ليست best إنما better، the future of the better. تعالوا أصلحها التصحيح الأولي. الخطأ هون اسمه word usage. حتى الآن هذه الجملة تبقى خاطئة غير صحيحة. لماذا؟ لأن القاعدة الثانية يجب تطبيقها هو a better future. القاعدة الثانية هي word order، وهي من القواعد العشرة في اللغة الإنجليزية.
يطول الحديث كثيرا بالنسبة لأخطاء الترجمة وتصحيحها إذا كان هناك أخطاء جوهرية. هذه جملة لا شك أنها لا تخلو من أخطاء، بل هي قائمة على الأخطاء أصلا، ولكن ما دام أن هناك محاولة فنحن نحب أن نقدم بعض النصائح في التعامل مع هذه الأخطاء. لا شك بأن من يطلع على هذا التسجيل إذا كان من المبتدئين أو كان من طلاب الجامعة أو طلاب المدرسة أو غير ذلك، لا شك بأنهم سيواجهون مشكلة في فهم بعض ما ذكرناه. أترك الأمر لكم، عليكم أنتم أن تبحثوا عن الإجابة للأسئلة، لأن المعلومات أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يبحث عنها بنفسه وأن لا يعتمد على غيره فيها. كملاحظة أخيرة، يعني موضوع القواعد العشر شرحناها وتحدثنا عنها من قبل وعملنا تسجيلات حولها، ويمكنكم البحث عنها في الأماكن الموجودة فيه على الإنترنت، هي موجودة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.